البرنامج يعني عجبكم في المؤتمر، وإن شاء الله تكون نطلع منه بحاجات مفيدة. This talk about the emerging trends في pneumococcal disease prevention، وهنفوكس أساسا على البريفينار 13 أو البي سي في. طبعا كبداية كلنا عارفين it's an endless story، الكومبيتيشن في الاندستري، كل الاندستري الصحية مش الأدوية بس، بيجوا ورا بعض الشركات. ده الكلاسيك هاند اوت اللي بيجي لنا دايما، العمود الطويل بتاع المندوب اللي داخل لك والعواميد الصغيرة بتاعت المنافسين. وديس فاكت ان اي ساتلايت سيمبوزيوم انت بتشوف نص الحقيقة، كل اللي بيتقال حقيقي بس انت بتشوف نص الحقيقة. ده اللي بيحصل في الستاند الون ميتنج، انت بتسمع لوجهة نظر واحدة. في الانسبونسر ميتنجز ممكن تسمع على وجهتين نظر. This is satellite symposium او webinar sponsored by Pfizer the manufacturer of Prevnar 13. وعشان كده احنا هنشوف كل ما يتعلق بهذا الباكسين النهارده. Just quick reminder، بيبتدي النيوموكوكا diseases بكولونيزيشن اوف الستريب نيموناي في النيزوفارينكس، وبعدين يحصل لوكال سبريد يديني اوتيتس ميديا سينسايتس او حتى نيمونيا بس نون باكتريميك، ودول اسمهم نون انفيزيف نيموكوكال ديزيز. طب لو من النيزوفارينكس حصل سبريد باي بلاد، هيعمل من انجايتس او باكتريميا او سيبسز، ودول اسمهم انفيزيف نيموكوكال ديزيزز، بس كمان معاهم البكتريميك نيمونيا. لو النيمونيا بقى فيها بكتريميا اتس كولد اجين انفيزيف نيموكوكال ديزيز. طيب هاو تو ايفالويت ا فاكسين، احنا عايزين نمنع، مش هدخل في الديزيز، انا عايز امنع هذه الديزيز. الفاكسين الايديال او الرول بتاعه يريديوس اند بريفنت الانفكشن، وفي نفس الوقت يريديوس ذا نيزوفارينجال كارج عشان اكسر السايكل. ليه؟ لان اتفقنا لو ما فيش نيزوفارينجال كارج وما فيش اورجانيزم في النيزوفارينكس اوتوماتيك مش هيبقى فيه انفيجن. عشان ايفالويت الفاكسين عندنا حاجه اسمها افيكاسي، ودي في الكلينيكال ترايلز بتتعمل راندمايز كنترول بلايندد ترايلز، وبنشوف الفاكسين بيشتغل ولا ما بيشتغلش. امال بيفرق ايه عن الافكتيفنس لما ينزل في ارض الواقع ريال لايف سيركمسي؟ يعني في الافكتيفنس انا قلت التطعيم يتاخد في مواعيد معينه، مش كل الناس بتاخدها في هذه المواعيد. لو كان في الافكاسي ستادي بيبقى اكسكلودد لما الفايوليت المواعيد، ممكن يتاخر في الافكتيفنس، ممكن ما ياخدش كل الدوزز. تمام، فبنشوف الإفكتيفنس بتاعة الفاكسين. ثم يجي الإمباكت اللي هو تأثيره على الكوميونيتي كله، سواء اللي خد واللي ما خدش باي سيرفيلانس داتا ما قبل الفاكسينيشن وما بعد الفاكسينيشن، بنشوف الإمباكت إن الكوميونيتي. طب أول فاكسين اتعمل نيوموكوكال كونجوجيت فاكسين كان البريفينار 7 البي سي في 7، دول السبعة سيرو تايبس. وبعد كده اتشال البريفينار 7. ليه؟ لان نزل بريفينار بي سي في 10 وبريفينار 13 او بي سي في 13. لو تاخد بالك السبعه سترينز او سيرو تايبس اللي كانت موجوده في 7 موجوده في التو فاكسينز بي سي في 10 او بي سي في 13، زاد عليهم في البي سي في 13 ثلاث اللي هم اللي انا عاملهم باللون الازرق اللي هم 6A و19A وسيرو تايب 3. السؤال اشمعنى دول؟ ليه دول؟ دول لما نيجي نشوف هنلاقيهم either severe disease aggressive disease or multi drug resistant اهو. And also they are not uncommon وم high incidence of complications، عشان كده مهم قوي انهم يبقوا متغطيين بطريقة او باخرى. النايت مير هي سيروتايب 19 ايه. ليه؟ لما البريفينار 7 نزل، نزل كل النيوموكوكال البردن اوف انفيزيف نيوموكوكال ديزيز نزل جامد، زي ما انت شايف العمود اللي على ايدك اليمين بتاع 2004 كله نزل. لكن بص للحته الحمراء
في العمود اللي هي 19 A زادت يبقى ده اللي سميناه سيروتايب ريبليسمنت. صحيح الاوفر اول اوتكم نزل من اكتر من 1100 حاله الى اقل من 300 حاله لكن في السنه, لكن ال 19 ايه زادت. طب الاندستري رياكتد ازاي؟ اللي بينتج بي سي في 7 اللي هي فايزر كانت وايز زمان, راح قال لك انا احط ال 19 ايه في الباكسين بتاعي الجديد اللي هو بريبينار 13. طيب اللي بينتج 10 قال لك لا انا هشوف يمكن يكون معايا كروس بروتكشن لل 19 ايه وفي هذه الحاله مش هحط ال 19 ايه. طب تعالوا نشوف بقى نتيجة هذا الكيس ستاديز. أول حاجة في بلجيوم, بلجيوم في 2008 كانت بتطعم بريبينار 7, 2011 حولت لبريبينار 13, وبعدين ابتداء من 15 مقاطعتين في بلجيوم, واحدة في الشمال اسمها فلاندرز وواحدة في الجنوب اسمها والونيا, استعملوا البي سي في 10 بدل البريبينار 13. بصوا بقى البابليكيشن دي في 2018 بعد ما استعمل البي سي بي 10, وعلى فكرة الاستادي دي مش فاندد بفايزر المانيفاكتشر, لا دي فاندد بالانستيتيوت ناشونال انستيتيوت فور هيلث اند ديسابيليتي انشورنس اللي في بلجيكا. بص الارقام كان نزل هي يمكن صغيرة, كان 38% في 2011 كانوا 19 ايه, نزلت بعد ما البي سي بي 13 دخل اصبحت فقط 2%. طب بص لما وقف البي سي بي 13 ل 2% في خلال 3 سنين وصلت ل 14%, وكانت اهو ادي التواريخ بتاعه الدخول او ها بص كده اهوت, هتلاقي الارقام على فكره البارز ديت بتمثل سيروتايب 19 ايه بس. بعد البريفينار 7 لما دخل بريفينار 13 نزلت من 83 وصلت 2, ما فيش دخل ال 10 طلعت ل 21 اهو ده الايه الارقام. ما تساهمش بكلمه 21 لان دول 10 تايمز, وكانت الكونكلوجن اللي كتبت هنا هو وي ريبورت سيجنيفيكانت انكريز في النمبر اوف انفيزيف نيوموكوكال ديزيز ايزوليتس, واغلبها كانت بسبب ال 19 ايه, و ذات جاست 2 ييرز افتر الشيفت. واستمر هذا الترند ل 2018 في الفتره اللي حد ما اتعملت الببليكيشن دي. طيب وعشان كده الهيلث اوفيشالز في الفيدريشن اوف والونيا اللي هي في الجنوب قالت ان البريفينار 13 لما حصل ريبليسمنت ظهرت الحالات and they think that this is not so appropriate. طب أمال فنلند؟ فنلند بقى بص على 19 ايه اللي على ايدك الشمال اللي بلازرق اللي هو تحت 5 سنين, بص الحالات بعد الانترودكشن اوف بي سي بي 10 ما حصلش تغيير, تنزل وتطلع تنزل وتطلع. طب بص لي على امريكا اليو اس اي اللي على ايدك الشمال فيرسس فنلند اللي على ايدك اليمين واللي بلاز بقى ده اللي تحت 5 سنين, هتلاقي مجرد دخلت البي سي بي 13 في مارس 2010 في امريكا حصل ديكلاين ل 19 ايه على طول, ده مش هتقدر تشوفه على ايدك اليمين. وطلعت هذه برضو الملاحظه هناك قالوا فور 19 ايه نو نت ريدكشن واز اوبزرفد. هل معناه ان البي سي بي 10 وحش الاجابه؟ لا, هو اشتغل واشتغل على السيروتايبس اللي موجودة فيه وإدى درجة من الكروس بروتكشن في 6 إيه, لكن في فنلند ما شافوش إفكت بعد 6 سنين على 19 إيه. طب ادخل على نيوزيلند, ونيوزيلند هنشوف هنا هو في حالات الأوتايتس ميديا الميكروبيولوجي before and after the introduction of PCB 10. نيوزيلند غريبة, خدت بي سي بي 7 في 2008 بعدها بثلاث سنين حولت لبي سي بي 10, بعدها بثلاث سنين حولت لبي سي بي 13, بعدها بثلاث سنين في 2017 رجعت البي سي بي 10. وعلى فكره السنه اللي فاتت بقى 2020 غيروا السكيدول بقى 2 بلس 1 سكيدول غريب كده
بيدوا البي سي في 10 at 6 weeks وعند 5 شهور، وبيدوا البوستر دوز عند 12 شهر بعد ما كانت 15. طب بص بقى في نيوزيلاند، ادي 19 ايه العمود الاخضر ده في الاوتيتس ميديا، الحاجات اللي اتزرعت في الفتره اللي بالاخضر ده فتره البي سي في 10، والاورنج كان فتره البي سي في 7. فمجرد ال 10 19 ايه، وقالوا الكونكلوجن الفارماك اللي هي الفارماسيوتيكال مانجمنت ايجنسي في نيوزيلند اكنولج ذات ذير مي بي ا سمول لوس ان هيلث بنفيت فروم ذا تشينج من بي سي بي 13 لبي سي بي 10. طب فرنسا بقى كانوا مجرمين الحقيقه، لانهم بيتكلموا بالبراندنج مباشره. قال لك ايه، the epidemiological data do not support the use of Simplorix as dom يعني البي سي بي 10. وقالوا انه today in France the pneumococcal prevention strategy تعتمد على البي سي بي 13 في كل الايدجز. طب تعالى لليو كي نفس الكلام، في 2017 كوميتي في الفاكسينيشن وايمنايزيشن قالت السيروتايبس اللي جوه البي سي بي 13 بالذات 19 ايه هي اللي موجوده، وقالوا انها نوت كفر في البي سي بي 10. كويباك بقى الاكسبيرينس بتاعتها دمها خفيف جدا. ليه؟ كويباك في الوقت الحالي هو انديكيتد لكل تشيلدرن ماشيين على 2 بلس 1 بروتوكول. قال لك الجرعتين 2 و4 شهور بيستعملوا البي سي بي 10، وبعدين بيدوا البوستر عند 12 شهر بالبريبينار 13. وده يعني ده ابتداء من مايو 2018 طلعت ريكومنديشن. كويباك هي الاونلي بروفنس اللي بتستعمل البي سي بي 10. طيب ما فيش ستاديز بالتكنيك ده الحقيقه، ما فيش داتا في التكنيك ده. راحت فايزر الله يسترها منزلته مش هتعرفوا تقروا الكلام ده، قالت اولدو فايزر كندا تيبيكالي اجري بالديسيجنز اللي بتاخدها كويباك بابليك هيلث اوثوريتيز، ولكن وي هاف تو ديس اجري لسببين. ما فيش حاجه اتعملت قبل كده في الدنيا بالطريقه دي، وما عندناش ايفيدنس في الافيكاسي والسيفتي لهذا البروتوكول. فبس بيقولوا البروتوكول المخلط ده هم مش موافقين عليه. ده بالنسبه لل another systematic review وميتا اناليسيس، بس ده عن سيرو تايب 3، وعمل ده على observational studies مش blinded studies. الحقيقه دي observational studies، ده منشور في الكلينيكال انفكشوس ديزيز في اكتوبر 2018. بص لي كده على الفاكسين efficacy against effectiveness against سيرو تايب 3، كان 63% في الببلشد ستاديز، وكان في 72% في الببلشد اند انببلشد ستاديز. ومحدش يسالني جابوا الانببلشد ستاديز منين، والله ما انا عارف. تمام، لكن ده كان سيستماتيك ريفيو. ليه؟ لان في كلام افري ناو اند ذن يطلع يقول لك اصل السيروتايب 3 الفاكسين ما بيشتغلش عليها. لا، ادي ميتا اناليسيز اوبزرفيشنال ستاديز صحيح، لكن فاكسين افيكاسي من 63 ل 73. طب ندخل بقى في الامباكت اللي اتكلمنا عليه. يعني ايه امباكت؟ يعني هشوف الكوميونتي النيموكوكال ديزيز الانفيزيف ما قبل وما بعد دخول الفاكسين. دي اول حاجه في امريكا على التشيلدرن، دي 8 تشيلدرنز هوسبيتال ما بين 94 ل 2011. خد بالك البي سي بي 7 دخل امريكا سنه 2000 واستبدل بالبي سي بي 13 سنه 2010. بص لما دخل انا يهمني شكل الكيرف، سيبك من الارقام، لكن اللي عايز ارقام حاضر. الانفيزيف نيوموكوكال ديزيزز قلت 42% في كل الايدجز، وقلت مور ذان 50% في التشيلدرن اندر 2 ييرز. اللي عايز السيروتايبس، الاوفر اول ريدكشن في السيروتايبس اللي موجوده في الفاكسين 57%، سيروتايب 19 اي 58%، وسيروتايب 3 68%. طبعا في سيروتايبس عدد الحالات كان قليل ما طلعش منه statistics. طيب another impact analysis
في بعدها بسنتين، وادي الشكل في امريكا. بص شكل الكيرف لما دخل، ده بتكلم على 19 اي امباكت. بص لما دخل البي سي بي 13 الكيرف اتحدث لتحت، وهو الدخله. وبص الارقام الحمراء دي ما قبل البي سي بي 13، دول 19 اي، والاخضر اللي على ايدك اليمين ما بعد 19، ما بعد البي سي بي 13 في السيروتايبس 19 اي. وكانت الكونكلوجن في هذه الريفيو انه اكثر من 30,000 كيسز اوف انفيزيف نيوموكوكال ديزيز، واكثر من 3000 مورتاليتي وير افيرتد في اول 3 سنين بعد تدخيل ال 13. طيب في 2016 اسبانيا فيري انترستينج كيس كنترول ستادي، دخل البي سي بي 13 في اسبانيا في مايو 2010. انتوا عارفين اسبانيا مرت بفتره مدهوله اقتصاديا، فلما ما لقوش فلوس راحوا ساحبينه في جولاي 2012. راحت الحاله بعد ما نزلت طلعت تاني، تمام؟ فرجعوا حسب معلوماتي انهم رجعوا تاني، لكن دي الحالات يوريك كوزاليتي استابلشد على طول. دخلت البي سي بي 13 الحالات نزلت في البكتيريميك نيمونيا، وقفته راحت الحالات طلعت تاني، ده الامباكت. طيب تعالوا نبص على الناشونال بروجرامز اوف ايميونايزيشن. اللون الازرق ده البي سي بي الازرق الغامق، البي سي بي 13، الدول اللي فيها بي سي بي 13 لوحده. لكن في دول كبيره ودول صغيره، وبالتالي الخريطه دي قد تكون خداعه. تعالوا ليه دي اسهل. البي سي بي 13 119 دوله ما فيهمش غير بي سي بي 13، 33 دوله ما بتطعمش غير البي سي بي 10. يعني في الاحمر ده مش هتلاقي بي سي بي 13. في سبع دول مشترك فيهم، السبع دول دول ستة منهم البي سي بي 13 أكثر من 50% من البيرث كوهورت فاكسينيشن، وواحدة البي سي بي 13 أقل من 50%، يبقى الثاني اللي هو البي سي بي 10 أكثر من 50%. طب تعالى بص لي كده، ده لحد أغسطس 2019، العمود الأزرق الطويل ده اللي هم 126 دولة اللي قلبت من بي سي بي 7 البي سي بي 13، 40 دولة فيها البي سي بي 10. طب هتقول لي دول كبيرة وصغيرة، اقول لك بص لي كده، الازرق اخد 26 مليون من ال 32 مليون، يمثل 81% من البيرث كوهورت في الناشونال ايميونايزيشن بروجرام في ال 99 دولة اللي ما فيهمش جافي. طب نحط الجافي، نحط جنبها الجافي 60 دولة، شوفوا ال 60 دولة فيهم 71 مليون، بينما ال 99 النان جافي فيهم 32 مليون. كلام طبعا واضح عقل، لأن العاقلين ما بيخلفوش زي الأرانب زينا، فالدول الجافي اللي هي الدول الفقيرة بتخلف زي الأرانب، ف 71 مليون في 60 دولة. آخر منهم البي سي بي 13 48 مليون، ده يمثل 72%. لما نروح لاتين امريكا، الباهو كونتراكت اللي على شمالك الدول بتاعه البي سي بي 13، اللي على يمينك الدول البي سي بي 10، حتى في الجافي اليجيبل كونتريز على شمالك البي سي بي 13، على يمينك البي سي بي 10. الكونكلوجن ريلاكس اتس اوفر، ذا تيك هوم مسج، الانفيزيف نيوموكوكال ديزيزز ار كومن سيريس resistant to treatment, vaccine preventable. عندنا الوقت أسلحة to prevent these diseases, الانفيزيف نيوموكوكال ديزيز والنيمونيا والأوتايتس ميديا والهيفي بيرد، كل ده ممكن نقلله. البري سي بي 13 proved to be effective in reducing the invasive pneumococcal diseases, community acquired pneumonia whether bacteremic or non-bacteremic, otitis media and nasopharyngeal carriage. هو طبعا الناتشرال اكستنشن اوف البريفينار 7، البي سي بي 13 بيليست اميون ريسبونس لكل ال 13 سيرو تايبس بغض النظر على الايمونايزيشن سكيدول اللي هو 3 بلس 1 او 2 بلس 1 او 3 بلس 0، وهو الوحيد اللي جواه الثلاثه سيرو تايب مباشره، واللي بنخاف منه طبعا 19 ايه، عشان مش بس ال خطورتها، لا عشان كمان الريبليسمنت انها كانت بتزيد. جروينج داتا
الافكتفنس والامباكت اوف بريفينار 13 على سيروتايب 19 ايه ديزيزز وكولونايزيشن خلاص دي فاكت. في كلام تاني رغم ان البي سي في 10 للامانه اخد الايما ابروفال اجينست السيروتايب 19 ايه, لكن في عندنا كيس ستاديز زي بلجيكا وفنلاند ونيوزيلاند واذرز كل دول يعني بيقال يمكن ما يكونش از افكتيف. انا جايب لك الصوره دي ليه؟ شوف ده صورة الأمير ويليام لما خلفه وطلع من المستشفى, وفي ناس صورت الصورة اللي على إيدك الشمال ويبان لمؤاخذة ومطلع صباعه لحد وكده, بينما هو كان الراجل الصورة الأصلية على إيدك اليمين. ونفس القصة هنا, بص الراجل على إيدك اليمين تحس إنه زينا كده, لما تيجي تجيب صورته الأصلية تلاقيه قاعد حافي ومقلحط ومش لبس اللي عليه. ليه؟ لأن الصورة لا تكتمل غير لما تشوف بالعينتين. فأنا اتكلمت بعين النهاردة فايزر, مش معنى عين فايزر إن في أي معلومة من اللي اتقالت غلط إطلاقا, أتحدى حد يطلع معلومة غلط, كل اللي اتقال صح, ولكن هتستكمل الصورة لما تسمع another talk about the competitor vaccines, فعندئذ تكتمل الصورة. وعلى فكرة في المؤتمر another talk about the competitor vaccine. Thank you very much, وأتمنى نكون خرجنا بأي حاجة مفيدة, ونفتح الأسئلة إن شاء الله بعد شوي. شكرا بروفيسور احمد البليدي. وفي نهايه الجلسه احنا لسه عندنا وقت لو في اي اسئله للسبيكرز. في اي سؤال لبروفيسور ياسمين جمال, بروفيسور صلاح زاهر, بروفيسور احمد بدر؟ اتفضل يا فندم. ممكن عايز أسأل حضرتك عن زمان كنا بنعمل ال ديبستكس. لا لا يا فندم, ال سامبلينج من اليوريني برادر. سوبرا بيوبيك اسبيريشن في النيونيتال بيريد.